ثم بعد ذلك ذكر روايات إلى أن أتى إلى رواية قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ هل تسمح لي بالجهاد يا رسول الله؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني الكفار بدهم يروح المسلمون، سوف يذهب المسلمون لقتال الكفار، وجاء هذا المسلم. والرواية الأخرى توضح أنه كان وحيد والديه، كما في الرواية الأخرى: يا رسول الله إني تركت والدي يبكيان وليس لهما أحد غيري، أفأجاهد معك؟ فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ففيهما فجاهد. انظر، عذره من ماذا؟ من قطع الرؤوس وقتل الكافرين، وبين له أن إضحاك الوالدين أهم من ذلك. الله أكبر، كيف يهنأ لك عين أن تنام قبل أن تكحل عينيك برؤية والديك؟ وين حضرتك؟ قال: والله صح اللي بيت رخيص بعيد، تأجرت بيتي بي. وإمك؟ والله بجيها في أسبوع مرة وكذا. نعم، شو بيت رخيص؟ والله راح تمحق البركة في رزقتك كلها، بدك تسكن بجانب والديك حتى تتفقدهما في الصباح وفي المساء. هذا إذا ما عشتش معهم في نفس البيت أصلا، أو هم عاشوا عندك في بيتك، والشور والحكم إلهم والقرار إلهم. حتى في الطبيخ إيش تنطبخ القرار إلهم مش إلك ولا لمرتك. إذا بدك إمك وأبوك يكونوا عندك، شو نطبخ يما اليوم؟ اللي بدكم اياه، خلص اعطتك صلاحيه. بدنا باميه، اطبخي يا مره باميه. طب الاولاد بوكلوش باميه، بوكلو زنجر، سوي لها باميه وطعميهم هذول الجيل اللي طالع لك زنجر وشاورما وبرجر ومش داري ايش. القرار للام وللاب. اما والله يا اما نظل اكل من جيب لك هي صاحبة القرار. وين ساكن؟ لا والله شو ايش ايش، اصحى اصحى. شو بيت رخيص هذا؟ شو بيت رخيص تبعد عن امك وابوك؟ وين وين عقلك؟ بتضيع الجنة عشان بيت رخيص؟ ما انت بيتك في الجنة خير من الدنيا وما فيها 10 أضعاف. هذا أقل واحد في الجنة. مالك؟ استيقظ. كيف بتفكر؟ هيك أمك وأبوك؟ كيف عارف تنام قبل ما تكحل عينيك بشوفة أم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. فترة قصيرة ثم بعد ذلك يموتوا. أظن إذا أنت ما متش قبلهم أصلا، فترة قصيرة ما بتلحق ما بتلحق. لا إله إلا الله.